كشف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي من وهران عن التحضير لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج. زمالي أكد أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود تنويع الاقتصاد الوطني ورفع من تنافسية المؤسسات الوطنية. عن كثب مراد مزوار. لمفتش العمل دور محوري في نشر الفهم الصحيح للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل. هذا جانب مما أكد عليه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال زيارته لولاية وهران، داعيا مفتشي العمل إلى السهر على الاحترام التام لبنود اتفاقيات العمل الموقعة بين المستخدمين والمستخدمين. كي يروح المفتش المؤسسة من بين النقاط اللي قال نشوف قائمة هذا الشباب اللي راه مندمجين في إطار الأجهزة، هل القانون راه مطبق؟ ثانيا كما قلت بالنسبة للسيتيا، السيتيا عقد عمل يعني ذا مدة غير محدودة. مراد زمالي زار معرضا لمنتوجات مؤسسات منجزة في إطار جهاز دعم وتشغيل الشباب استطاعت أن تسدد كافة ديونها، حيث كشف بالمناسبة عن دعم الدولة المتواصل لهذه المؤسسات وتوسيعه ليشمل مستقبلا حتى الجزائريين المقيمين بالخارج. اليوم هذه التجارب اللي نجحت لنا هذه إشارة لهذا الشباب الجزائريين موجودون في الخارج باش يعني يجوا الجزائر ويفتحوا يعني مؤسسات مصغرة، وفيه يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله في إعلان يكون من طرف يعني لونساج لاكناك تجاه هاد الشباب موجودين في الخارج باش نوضحوا لهم هذه الأجهزة والتسهيلات اللي نقدموا لهم حتى يخلقوا أنشطة في الجزائر. كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية التكوين المهني والتمهيد، وأكد المديرية الولائية للتشغيل بولاية وهران تقضي بتكوين 100 شاب في الفندقة والكهرباء المعمارية.